قبل ما نحل باب النقاش باش نعطي شهادة حية، لأنه قضية منصف لوادي ما كانتش قضية بسيطة معناها كما يتوقعها البعض. ألور أنه كل القضايا اللي كنا تقريبا من حكومة الترويكا ونحن نجالوا فيها، وطول عنا معدل محاكمات يوميا، معناها ما صارتش حتى مع هذا الاستبداد. منصف وقت توقف كنا سواء كنا في اتحاد صحاب الشهادات وقتك غير كملنا المؤتمر وطلع المكتب التنفيذي جديد، ولا في الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان، كنا نشوفه في الآليات متاع كيفاش أنه منصف نضمنه له الحد الأدنى تاع المحاكمة العادلة، لأنه يعني كما كان يحكي منصف ما هوش متنظم، ونعرف وتوا عقلية أنه مش متنظم معناها ما يقاش له. فاطلقنا الهاشتاج متاع الفيسبوك هندينا غالي، على خطر القضية بدأت بقضية كعبة هندي، البوليس حاب ياخذ كعبة هندي وما يخلصش منصف. ألور كل عركة كانت أكبر وقت اللي مشينا لتبرقة، ما تتصوروش قداش كان الكم متاع البوليس بالزي المدني والزي الرسمي. للحظة خلنا وقتها في النهار الأول توقف فيه منصف أن البوليس هذا كله جاي باش يحاكم إرهابي، مش باش يحاكم منصف لوادي المواطن اللي مؤمن بحقوقه واللي دفع له. فقط نحب نقول أننا مرينا بمراحل صعيبة، ورو اليوم المحامين أنهكوا، معناها تخيل أنت اليوم في بوزيد، في بوزيان، في قفصة، في القصرين، في باجة، في جندوبة، في الكاد، في العاصمة، ثم محاكمات يومية. أمس ثم ضرب جوع في منوبة، معناها في ولاية منوبة، غيرة. رأي الناس أنهكت. اليوم نجم نقول من خلالكم وبيكم، وهذا الميساج اللي نحبه يوصل فعلا، أنه ملامح الاستبداد، ملامح الدكتاتورية، ملامح الحزب الواحد والشخص الواحد والرئيس الأوحد راهي قاعدة ترجع بقوة. إذا كان اليوم ما نتصدوش، ما نكونوش إيد واحدة، مش في بالكم أنه عملنا الدستور؟ صحيح عملنا الدستور، فيه الحد الأدنى من الحريات، والأستاذ بجنبي كان يحكي رقم رانا خذنا عركة كبيرة من أجل الدستور، من أجل العهد التونسي، معناها عهد تونس للحقوق المدنية والسياسية. راهو الترويكا وقتها كانت معناها وحركة النهضة رأسا كانت ماشية بالدستور، رانا يقدر على التوانسة وعلى تونس اليوم، رانا أكثر من السنغال، رانا خذنا معركة كبيرة وكبيرة من أجل قضاء على العنف، قانون القضاء على العنف ضد المرأة، من أجل قانون معناها تجريم التمييز وغيرها. أنا نحب نقولها قبل ما نفتح باب النقاش، وهي أنا كلمة نؤمن بها وندفع عليها، تونس بنساها برجالها بحرارها بحريرها لا بد وأن يقفوا صفا واحدا صوتا واحدا، لأنه اللي حط قانون المصالحة، لأنه اللي شرع باش يتجد معناها الفساد والاستبداد والديكتاتورية، هو قادر اليوم، وأنه هالوجوه هذه الكل راهي تنجم تكون في الحبس. ومنصف وكما منصف وألاف من منصف موجودين من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من سيدي بوزيد والقصرين اللي توا اللي البارح طولها فيها احتجاجات، قد نتفق ونختلف على المحتوى نتاعها، لكن هكا شباب قاعد ينخرط في النضال اليومي. إذا كان بالحق نحب نكون قراب منه، معناها ثم السياسيين لهنا، لابد وأن نستمع لذلك الشباب ونهبط له ونحكي معه ونتحاور معه. أنهي فأقول كل الشكر والتقدير والاحترام لكل محامي تونس والشرفاء منهم اللي قاعدين اليوم يتكبدوا في عناء التنقل والإقامة والمصاريف ويتطوعوا، وتعرفش معناها كل يوم ثم سلسلة بتاع محاكمات. وأنا بهالمناسبة نحب ندعو الأستاذ رياض بن حميدة لو كان يقدم لنا مداخلة بتاع 5 دقائق فقط كشهادات حية على المحاكمات الاجتماعية، وباش تكون هذيك منطلق للنقاش للتفاعل مع الأصدقاء الحاضرين، واللي باش يدخل معنا بربي يقيد اسمه. شكرا.